بلد مع زين، خليكن معنا عهوى راديو سوريا. ضغط المجتمع، سوء الحالة الاقتصادية وعوامل تانية بتخلق مع الحرب بتفرض شروطها وظروفها على الإنسان، وأحياناً بتدفعه لأشياء هو بيرفضها بالأصل لكن بيضطر يعملها. وهي قصة كتير من السوريين يلي انجبروا على التغيير، ومنهم عبير. فعبير صبية من أحد المناطق اللي شهدت معارك بريف دمشق، انتقلت على الشام لتدرس، لكن كتير قصص وظروف طرقت على حياتها خلتها تروح باتجاه العمل بالدعارة بشكل ممنهج كوسيلة للعيش. أصدقائي المستمعين، برحب فيكم أنا زين بحلقة هالأسبوع من برنامج من قلب البلد عهوى راديو سوريالي. بحلقة اليوم رح نحكي عن امتهان الدعارة بوقت الحرب اللي عم نعيشه، لكن حلقتنا رح تحكي عن دخول هالظاهرة للجامعات. فهالمهنة كانت موجودة بالبلد من زمان كتير رغم غياب الأحصائيات، وخاصة بفترات صعبة اقتصاديا حكي عنها سابقا مركز نساء سوريا، حتى أنه بأحد الفترات تشرعت ضمن قوانين معينة. وما بننسى أكيد فترة الحرب بالعراق اللي اضطرت بعض اللاجئين بالمنطقة أنه يتجهوا لأعمال مختلفة مجبرين، ومنها كانت شبكات الدعارة المحلية. الشيء الجديد أنه بالوقت الحالي بدأت هالظاهرة بالتطور من عدم أو من رغبة إلى طريقة إجبار واستغلال لحاجة الناس، وهالشيء أدى لانتشارها بالجامعات بين الطلاب. أنا انتقلت على الشام من شيء 5 سنين لحتى أدرس بالجامعة. بالبداية كان الوضع منيح، بس بعدين بلش يسوء بسبب الظروف اللي عايشينه. بالأول كنت مستأجرة بيت، بس بعدين ما قدرت كافي فيه لأنه أهلي ما قدروا يدفعوا لي الإجرة، فظبطت غرفة بالسكن الجامعي، ويعني صرت أدفع بالسنة كلها 3500 ليرة. وهون كانت أول مرة بتعرض لأنه حدا يطلب مني شيء بالمقابل. طبعاً الشخص اللي زبط لي الطلب بالمدينة طلب أنه نطلع سوا. كان واضح أنه ما رح يمشي لي أي شيء إلا إذا أنا وافقت أطلع معه. بعدين الموضوع تطور أكتر مع الوقت. هذا الشخص صار يقدم خدماته لي، يسهل لي كثير أمور إن كان بالجامعة أو بالسكن أو بأي شيء ممكن أنا أحتاجه. بالبداية كان غريب الموضوع علي، يعني كنت أسأل حالي ليش، يعني ليش عم يساعدني هيك إنه لهالدرجة. لحتى يعني إجا يوم مرة من المرات بكل وضوح وهيك يعني عادي طلب مني إنه روح معه على البيت وإنه يصير في بيناتنا علاقة وينام معي. بالأول انصدمت كتير، بس هو مرة تانية كان واضح أكتر وهددني أنه بيطلعني من السكن على الشارع إذا أنا ما قبلت أو ما وافقت معه هذا الطلب. وبالنهاية بصراحة ما كان عندي حل إلا أني وافق، لأنه أهلي ما عاد يقدروا يساعدوني بمصاري ولا بأي شيء لأنه وضعنا جدا سيء وأنا هون لحالي وما بعرف حدا، فما كان عندي حل إلا أني وافق معه. مع الزمن تطورت الظاهرة من حالة الإجبار إلى حالة ممارسة تجارية وتقديم خدمات عديدة بهدف تأمين العيش. فصار من المعتاد تلاقي قدام كليات الآداب أو الهندسة سيارات واقفة عم تعمل اتفاق مع أحد البنات واللي غالبا بتكون عم تدرس بالجامعة. وعن النقلة بين الإجبار إلى امتهان الموضوع بتحكي لنا عبير. الموضوع ما وقف هون، طلب مني نفس الطلب مرة تانية، بس أنا خلص ما عاد بدي، رفضت. قام وقتها هددني إنه يفضحني قدام أهلي، يفضحني بالجامعة وللناس، قدام الناس كلها. وقتها ما كان عندي أي خيار إلا إني وافق، وعرفت إني للأسف وقعت بهالشغلة وما بقى فيني أخلص منها عن قريب. صار يجي هو وأحيانا كمان يجي رفقاته، بس ما كان عندي أي خيار إني أعمل شي يعني أبدا. بعدين تأقلمت مع الموضوع، صرت أعمله بمصاري.
تعرفت أكثر من صبية كمان بالجامعة بيشتغلوا نفس الشيء، هي الشغلة لعدة أسباب، طبعا الظروف الصعبة، الوضع، يعني هالقصص هاي. هلا طبعا أنا أكيد ماني مبسوطة أبدا أبدا بهذا الشيء اللي أنا وصلت له أو الشيء اللي أنا عم بعمله، بس الوضع اللي وصلنا له كل ما له لأسوأ وأسوأ وأسوأ. شغل ما عندي، ما في أهلي، بعاد وضعهم سيء جدا، أنا عايشة لحالي هون مثل الغريبة، ما عندي حدا، ما بعرف حدا، بتضايق كثير. وحتى مو بس أنا، يعني كل البنات أو الصبايا اللي عم يشتغلوا بنفس هذا الشيء ما لهم مبسوطين نهائيا. بس للأسف الظروف هي اللي عم تتحكم فيه. نحن ما رح نقدر نحكي كتير عن الظروف والأسباب اللي بتدفع الكتار ليشتغلوا بالدعارة، لأنه كل إنسان في عنده الأسباب الخاصة، لكن بالطبع بالوقت الحالي الحرب هي أحد الأسباب اللي بتأثر بشكل مباشر وبأشكال كتيرة على حياتنا، وبتدفعنا لأخذ طرق جديدة ربما لنقدر نضل عايشين. أما عن موضوع الظروف الاجتماعية، حكينا مع السيدة سلمى واللي هي أخصائية بالدعم النفسي للنساء المعنفات بأحد المراكز بدمشق، وقالت لنا: هلا بحكم شغلي مع المعنفات شفت كتير نساء اشتغلوا بالدعارة، في منهم جبرتهم الظروف الاقتصادية ومنهم يمكن اختاروا هالشي. هلا يمكن وقت تتعرض الأنثى للاضطهاد والضرب بالبيت، ووقت يتضيق عليها كتير بالبيت بالأسرة وبكون في ضغوط كتيرة، ممكن ضرب، ممكن هي تهرب من بيتها ومن عيلتها وتلجأ لهذا الطريق لأنه هو أقصر شي لحتى تاخد مصاري تقبض مصاري. وإجت الحرب كانت منفذ إلهم لحتى يمارسوا هالعمل، ولأنه الأمور بالبلد مو مظبوطة بالوقت الحالي، كمان أنه هن بشوفوها طريق سهل كتير كتير لحتى أنه يمتهنوا هذا الشيء أو يكون سبب من الأسباب لحتى يشتغلوا، لأنه الظروف الاقتصادية مثل ما حكينا عم تكون صعبة، فالمصاري بتكون موجودة متوفرة دائما، غير لما هن عم يدوروا على شغل ووظيفة وراح يتعبوا كتير كتير. هل بتشوفي أنه التعنيف والظلم الاجتماعي بيودي بالنساء بالنهاية لأنه يمتهنوا هذا النوع من العمل؟ هلا ايه اكيد انا بشوف هذا الشيء، انه الظلم والتعنيف بالمجتمع بيؤدي انه يمتهنوا النساء هذا النوع من العمل. هلا مثلا فكره النزوح ومراكز الايواء او حتى المخيمات هي تعتبر اخر شيء اماكن اسعافيه غير قابله او صالحه للمعيشه السويه. عدد كبير من الناس هن من بيئات مختلفه وكل واحد له اسلوبه وطريقته بالحياه. لما بتكون هاي الاماكن عم تستوعب اعداد كبيره وغير صالحه وغير مخدمه لهذا الشيء، غير الفقر والعازة، تخيل خلت هذا الموضوع يزداد كتير كتير بالمجتمع هلأ، خصوصا فترة الحرب. هلأ موضوع عم يتزايد لدرجة انه نحن ممكن صرنا نشوف بنات قدام الكليات او عند السكن الجامعي عم يطلعوا بسيارات خاصة ويطلعوا مع شباب مشان ممكن الاغلب مشان ممكن هذا الموضوع اللي هو الدعارة. برأيك شو الفرق بين الدعارة والاستغلال الجنسي؟ فكرة الاستغلال الجنسي هي نوع تاني أنا بشوفه، يعني لما بني آدم بده يمشي ورقة أو مثلا ممكن يكون بحاجة شي فممكن يكون مستغل، يعني الطرف اللي هو مسؤول ممكن ما يرضى أنه يمشي له إياها لحتى يقوم بهذا الشيء. هلا يمكن تكرار هذا الموضوع أنه دائما في فكرة استغلال جنسي بأماكن كتيرة بتخلي البني آدم أنه خلص يتكيف مع الموضوع ويصير يمتهن هذا الشيء، لأنه بيعرف هو صار الوسيلة لحتى يحقق فيها أغراضه أو الأشياء اللي هو بحاجتها. ضحايا الحرب كتار، وأكيد مو بس هن اللي بيقاتلوا بساحة المعركة أو المعرضين لأثار المعارك، وما بننسى أكيد النساء المعنفات والمجبورات على الممارسة الجنسية غصب عنهم بأماكن كتير بسوريا، سواء تحت مسمى القمع الفكري أو الديني. لهون بتكون خلصت حلقتنا اليوم، أنا بودعكم على أمل نلتقي بحلقة جديدة الأسبوع القادم. لا تنسوا فيكم تسمعونا على موقعنا سوريالي.com وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام، وطبعا بتقدروا تلاقوا أرشيفنا على الساوند كلاود وتولفوا علينا FM. جينا نسمعكم كل يوم حنرافقكم، سوريالي بيبقى معكم من قلب البلد بخبركم. كنتوا عم تسمعوا من قلب البلد مع زين على هوا راديو سوريا. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2015.